وضع الحجر الأساس لإنجاز 100 سكن اجتماعي عمومي على مستوى بلدية الفحل. هذا البرنامج تاع الحق تاع 2023، وكنا في سنة 2022 كنا وزعنا 80 سكن اجتماعي راهي بجميع المرافق نتاعها. أيضا عندنا 80 سكن راح نوزعوها، يعني راهي جاهزة في قطاع السكن اللي رايحين إن شاء الله تبدأ اللجنة على مستوى الدائرة أنها تدرك ملفات. وعندنا برنامج جديد رايحين اليوم نوضعوا له الحجر الأساسي نتاعو اللي هو 100 سكن اجتماعي، وبالتالي يصبح غير من 22 إلى وين هذا ما يقارب 300 سكن على مستوى هذه البلدية اللي يعني البلدية تحسن الحال. وهذا يدخل في إطار السياسة نتاع البرنامج تاع السيد رئيس الجمهورية، وين راه يدخل هذا البرنامج حتى للمناطق الريفية.